أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة مع أبونا مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بالأسبكية بالقاهرة مصر أهلا وسهلا بك يا أهلا بحضرتك بنتبارك بحقيقي وأنه شرف حقيقي ليا أني أشارك في هذه اللقاءات الخاصة من يخليك ويبارك فيك النهاردة أعزائي المشاهدين سيكون لنا حديث بعنوان بين الطفولة والنضوج الروحي والحقيقه شد انتباهي شيء الحقيقه توقفت عنده كتير في العالم الطبيعي حينما رايت على شاشات التلفزيون صوره لاصغر الاحجام الجسديه لمراهق حطوه جنب ثلاث ازايز من الصودا فوق يعني جنبيه وكانت ازايز الصودا اكبر منه فكانوا بيقولوا ان ده اصغر حجم لانسان مراهق في العالم فالناس بتتعجب من عدم النمو الطبيعي وبيعتبروا ان دي اعجوبه الناس تتفرج عليها لكن ما اعجب وما اكثر الناس اللي عندهم اعاقات روحيه في العالم الروحي ففي العالم الروحي بنرى ناس حجمها الروحي يمكن من عشرين سنه لا يزيد ولا يتغير وقرات عن سمك القرش بيقولوا ان السمكه في المحيط وهو المناخ والجو الطبيعي لها ممكن انها تكبر الى حجم ثمان اقدام لكن اذا وضعت في حوض فهي تتكيف مع حجم الحوض ولا يزيد حجمها عن نص قدم او سته بوصه فما رايك في موضوع النضوج الروحي وما هي اهميته؟ بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ما في شك اني النضوج الروحي أساسي في الحياة الإيمانية وزي ما بيقول الكتاب أنتم فلاحة الله نعم. يعني زي الزرعة وأي إنسان بيزرع زرعة بتنبت وتكبر يوم بعد يوم بيرعيها بالري وال والعناية والزرعة بتكبر كل شوية واحنا زي زرعة ربنا لابد نكبر ونزيد كل شوية. نعم. يعني الإنسان المؤمن ما بيستناش محلك سر وإلا يبقى إنسان معاق أو معوق فالحياة الروحية السليمة يقولنا مين في النعمه، نامين في كل فضيله، نامين في الايمان، نامين في المحبه والنمو ده سمات الحياه الايمانيه. ومؤمن من غير نمو هيبقى مؤمن حاطط يعني لا يمكن يكون له ثمر، يعني الشجره لما بتتزرع بعد شويه بتكبر بتكبر لغايه ما تدي ورق وبعدين تدي ثمر وهكذا. هكذا الانسان المؤمن ينمو في النعمه وفي الايمان لغايه ما يعطي ثمر وثمر يتكاثر يوم بعد يوم امين أه... اسمح لي <applause> اقرا من رساله بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس اصحاح 13 عشر. أه... و الى شاهد اخر في الكتاب المقدس أه... بيتكلم عن اصحاح 13 اصحاح المعروف بالمحبه لكن في عدد تسعه بيقول لاننا نعلم بعض العلم ونتنبا بعض التنبؤ ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعد وفي عدد 11 يقول لما كنت طفل كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفطن وكطفل كنت أفتكر ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل وفي أفسس أصحاح أربعة برضو بيتكلم على حتة النمو وبيعطي لها بعض المظاهر الهامه بيقول في عدد 15 من اصحاح اربعه بل صادقين في المحبه ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الراس المسيح الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازره كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبه وفي عدد 13 بيحط معيار نفسي قدسك تعلق عليه الى ان ننتهي جميعا الى وحدانيه الايمان ومعرفه ابن الله الى انسان كامل الى قياس قامه ملء المسيح كي لا نكون فيما بعد اطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيله الناس بمكر الى مكيده الضلال. التعليق النفسي نفسي عليه ما هو قياس وما معنى قياس قامة ملء المسيح ثم الشيء الثاني مظاهر الطفولة طبقا لما قرأناه الإنسان المؤمن يعني حسب إيمان بيتولد في المعمودية وبعد كده بيكبر لما بيكبر ويدرك لابد أن يختبر الإيمان اختبار شخصي نعم. ويقبل المسيح في حياته نعم. لإني اتعمد على إيمان والديه وولد على إيمان والديه لابد هو يختبر الإيمان شخصيا ومن هنا لو كان إنسان بعد عن البيت لابد يرجع لو كان مال كده أو كده لابد يقدم توبه عشان كده الكنيسه وضعت سر التوبه والاعتراف ونعتبر دي البدايه، البدايه بدايه الزرعه الجديده اللي لابد ينمو كطفل في الإيمان ويزيد يوم بعد يوم إلى قياس قامة ملء المسيح. إيه قياس قامة ملء المسيح؟ لما بيقول ونحن ناظرين كما في مرآه نحن ناظرين نتغير تمام من مجد الى مجد كما من الرب الروح تمام نتغير الى تلك الصوره عينها يعني ايه؟ معلمنا بولس قال مره تمثلوا بي كما انا بالمسيح يعني ايه؟ يعني معلمنا بولس اخذ نعمه تقابل مع المسيح وتغير. وابتدا يرتبط بالمسيح ويزيد ارتباطه يوم بعد يوم لغايه ما قال احيا لا انا بل المسيح, بل المسيح. يعني وصل الى درجه انه داب في المسيح حلو التعبير داب في المسيح م. ما بقاش بولس لا انا م. بل المسيح يحيا فيا والنمو الروحي يخليني ادخل الى العمق يوم بعد يوم أزداد يوم بعد يوم في كل فضيلة في كل نعمة ما عمل الروح القدس في حياتي مش أنا بتاع إمبارح ولا بتاع السنة اللي فاتت ولا بتاع البداية لما بدأت أدرك وأختبر وأذوق حلاوة النعمة والعشرة مع المسيح لا أنا إتغيرت وبتغير يوم تغيروا عن شكلكم فعل مضارع مستمر تغيروا عن شكلكم طول ما أنا ماشي عمال أزيد إن كنت إنسان مخلص باخد من ربنا كل يوم بخضع لمشيئة الروح القدس على الدوام بيديني نعمة باستمرار بيمسك إيدي بيقودني أنا مش بتاع امبارح نعم وهكذا كل العطايا حياة يعني أنا أبدأ حياة التوبة وأعيش أبدأ ضرب القداسة وأكمل القداسة في خوف الله وهكذا كل المعطيات حياة أعيش حياة التوبة، أعيش حياة القداسة، أعيش الخلاص، بدأت الخلاص، أعيش الخلاص وكمل الخلاص في خوف الله. تمام يعني م. قياس قامة ملء المسيح لو حبينا نلخصها في عبارة نقول ذوبان المؤمن آه. آه. في المسيح حتى لا يعيش أو يظهر هو لكن يكون المسيح هو الكل في الكل. آه ورائحة المسيح الزكية. جميل. وبه نظهر معرفة المسيح في كل مكان. يعني ده المعيار او المقياس اللي بنقيس عليه نضوج الشخص او الحياه المقدسه الحقيقيه هو الذوبان في المسيح في التعبير الجميل اللي قدسك اشرت اليه اه ما فيش شك ان الانسان المسيحي على قد ما يزيد على قد ما مسيحه يبان نعم، فيه نعم بحيث اي انسان يتكلم معاه يسمع صوت المسيح مم. يقعد معاه يستشعر يستشعر الحضرة البهية وسلطان الكلمة وتأثير الإيمان حياة غير عادية م. غير عادية ويبقى م. إنسان غير عادي وأنا في اعتقادي أن الإنسان المسيح الحقيقي أي. الغصن النامي الغصن النامي الغصن الرخص الحلو آه مسيحه يبان فيه م. مسيحه يبان فيه في كل جوانب حياته نعم في الجزئية اللي قرناها أبونا على حتة لما كنت طفل كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفطن وكطفل كنت أفتكر وبعدين رجع بعد كده قال لا نكون أطفال هنا بيتكلم على مظاهر لو أمكن تلخص لنا وللمشاهدين مظاهر أو السمات اللي نقدر نشوفها نقول الشخص ده شخص لسه طفل في المسيح او هل الشخص ده ناضج يعني احنا لما بيبقى قدامنا شجره ما بنحاولش نعرف ان الشجره دي شجره حيه شجره قويه عمرها قد ايه وبنحفر عشان نشوف الجدر نازل قد ايه لكن مرات كتيره بتبقى مظاهر خارجيه او ثمر الشجره بيقول لنا ان كانت حيه او ميته فما هي المظاهر التي يمكن ان ترى في شخص لا زال حياته حياه الطفوليه الروحيه يجي هنا السلوك بالتدقيق نعم سلوك بالتدقيق ويدخل معها حياة القداسة حياة القداسة يعني التخصيص لربنا لما يقول كونوا قديسين يعني ايه كونوا مخصصين نعم احنا من اول ما تعمدنا يقول اغتسلتم تقدستم تبررتم اغتسلتم يعني تعمدتم تقدستم يعني خصصتم للمسيح م. اتكتب علينا كده قدس للرب. م. فيبتدي الانسان في البدايه كانسان لسه طفل بيحمي. فممكن يتكلم اي كلام وتلاقي في كلامه اخطاء. ممكن يدعي التعليم وتلاقي في تعليمه اخطاء. لكن يبتدي يوم بعد يوم يتلافى هذه الاخطاء ويتعلم. مع قرايه الكتاب والتامل مع حياه الصلاه والوجود في محضر الله <applause> مع عشره القديسين مع التعامل مع الروح القدس وده الاساس م. في النمو هتلاقيه انسان بينمو كل شويه وبيتغير بعد ما كان صرصار ممكن يتكلم ويتحشر في الكلام وبتاع ومؤمن باين باين ان هو زي كله كده في الجلسة في الاجتماعات في البتاع يبتدي يلم نفسه ويبتدي يدقق في سلوكه ويبتدي يشيل المعايب في حياته لأنه إنسان مدقق وإنسان مخلص في حياته الإيمانية في طريقه فربنا يرعيه ويساعده ما دام إنسان مخلص وعايز ينمو إنما لو كان إنسان مهمل النعمة ما تعينوش <applause> يستنى على عيبه م. على عيبه كان انسان صرصار هيستنى صرصار حشري هيستنى حشري م. خباص في وسط المؤمنين ممكن طبعا كل المعايب دي هتلاقيها موجوده في وسط المؤمنين نعم. لكن لو كان انسان مخلص عايز يخدم ربنا وعايز يعمل حاجه تمجد اسم الله فهتلاقي راعي نفسه اولا ويلاشي عيوبه عيب بعد عيب م. يعني بدل ما يبص لغيره بيبص لنفسه هو أمين. انا العيب اللي عندي ده كذا اعالج العيب ده الاش الحكايه دي وهكذا تلاقي كل شويه عمال يزيد عمال ننمو في النعم ننمو في الايمان ننمو في المحبه ننمو في الوداعه في الاطماع اقمع جسدي وأستعبده انا ضد ذاتي انا مش ببص لحد انا ببص لنفسي براعي نفسي وهكذا تلاقي ينمو باستمرار. امين يعني المظاهر الطفوليه هو الشخص الذي لا يدقق في حياته آه. ويعيش يعني بتحكمه طباعه القديمه دون ان يدقق او يعطي للحياه الروحيه مقامها الاول في انتظاره امام الله وان يعيش بالتدقيق متمثلا بالمسيح، يعني عايز اقول الشخص الذي الذي لا يهتم بكل هذه الامور نعتبره طفل في الكلام وطفل في التفكير وطفل في الفهم ايضا وفي السمر وفي السمر آه. يبقى غصن غير مثمر لأن معنى انه ما نماش يعني ما اخدش حاجه من ربنا مم. زي الشجرة اللي ما اخدتش الوسائل بتاعت النمو مش هتنمو فهو ما اخدش نعمه من ربنا حينمو ازاي الروح القدس لم يعينه يبقى حينمو ازاي ما دققش في حياته ما ارتبطش بالكتاب المقدس اهمل ضيع وقته يبقى هيجيب النمو منين يعني الموضوع اخطر من ان واحد يقول لك انا بروح الكنيسه او انا بتناول او انا مثلا بصوم بعض الايام الموضوع مش مجرد هذه الامور فقط بل علي الإنسان الروحي المسيحي أن يجتهد لكي حياته يكون فيها النمو المستمر والثمر المتكاثر آه حضرتك لمست نقطة مهمة جدا العوائد اللي احنا تربينا عليها هي. احنا تربينا على عوائد ممكن تخلي لو كان غصن أو شجرة تبقي شجرة عاقر وغصن غير مثمر العوايد اللي اخدنا عليها ريحه الكنيسه اجيت من الكنيسه اتناولت اه اتناولت وارجع لحالي عملت ايه لربنا ولا حاجه زدت ايه النهارده عن امبارح ولا حاجه إيه ارتباطك بالكتاب المقدس مليش ارتباط حياه الصلاه مفيش اجتماع روحي مفيش امال ايه اللي موجود في حياتك شلل روحي عوايدنا بتؤدي الى شلل روحي ما تدور على كل الاغصان دي غير مثمره والخطوره ان الغصن الغير مثمر يقطع ويلقى في النار ما فيش غصن هيثمر الا بعد ما ينمو وياخذ من الاصل العصاره اللي تكفيه وياخذ من الاصل الزاد اللي يكفيه ويخليه يثمر احنا العوايد اللي تربينا عليها اه خلاص كفايه بروح الكنيسه كفايه رايح جاي بس انتهى الموضوع عملت ايه في حين إني لما حقف قدام ربنا وهيقول لي اعطي حساب وكالتك اه هقول له الوزنات اللي اديتهاني عملت بيها ايه هل يا ترى ربحت خمس وزنات زي ما اديتني خمسه ربحت اتنين زي ما اديتني اتنين ولا دفنت الوزنه انا اخشى 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 جدا ان كثيرين يكونوا دفنين الوزنه اللي هي ذواتهم انسان عايش كانه ميت لك اسم انك حي وانت ميت لكن عايز اذكر كل انسان حلو الموضوع ده عايز اذكر كل انسان ان لابد يكون غصن نامي غصن نامي غصن نامي وايضا غصن مثمر لحساب مجد الله. لابد لابد نامي ومثمر نامي ومثمر ومش ممكن يكون نامي ومثمر الا لو كان ثابت في الاصل. اثبتوا في اثبتوا في محبتي اثبتوا في كلمتي اثبتوا في المسيح والغصن الثابت هو اللي يعطي ثمر غصن الثابت يعطي ثمر غصن الثابت هو اللي يمتلي بالمحبة الكاملة والمحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج م. تطرح الخوف إلى خارج م. ويكون عنده ثقة ثقة لئلا نخجل منه في مجيئه م. موضوع خطير خطير جدا م. النمو في الحياة الإيمانية م. والثمر المتكاثر لحساب م. مجد الله. م. عشان كده لازم نقوم من نوم الغفله. م. نقوم. مسيحي. م. مسيحي عملت ايه لمسيحك؟ م. السؤال دلوقتي اللي انا بطرحه للجميع. م. عملت ايه لمسيحك؟ م. لما حتيجي تقف قدامه حتقول له عملت لك ايه؟ عملت لك شهدت ليك، ربحت نفوس، اشتغلت معاك، تعبت من اجلك. اضطهدوني من اجلك اللي عملته من اجل المسيح ولا راكد زي الميه الراكده ده الميه الراكده لما تستنى كده من غير تجديد ريحتها بتنتن آه سؤال تاني يا ابونا في افسس أربعة بيربط بين الطفوليه وبين الاهتزاز في الايمان المسيحي فبيقول فبيقول لكي لا نكون مضطرب مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم يعني هناك ارتباط بين الطفوليه وبين الانحراف في الايمان المسيحي اه لكي نكون مضطربين لكي لا نكون اه مضطربين أيوة. ومحمولين, ومحمولين بكل ريح تعليم تمام غصن مش ثابت م. اي شويه هواء هيطيروه أي تعليم ممكن يميل دماغه يميل دماغه محمولين بكل ريح تعليم فتلاقي إنسان تعبان لأنه ملوش أصل ملوش أصل يثبته في النعمة في أرض النعمة الرب أوجدنا في أرض النعمة ولدنا في أرض النعمة المفروض نعم. نقيم في أرض النعمة نعم. ونثبت جذورنا في أرض النعمة لكن يجي زي العيل تضحك عليه بمصاصة فالمؤمن اللي هو ما هوش ضليع في الإيمان وإنسان مش ثابت تلاقيه كلمة توديه وكلمة تجيبه عشان كده ياما كتير م. أنا يؤسفني أن مرة قعدت في مكان بلاش أقول إيه هو المكان وبعدين شكولي قالوا لي مجموعة طلبة في الجامعة هنا في أمريكا أي. مجموعة طلبة في الجامعة قالهم أستاذ دكتور بيديهم مادة معينة قاعد يحكي معاهم يحكي معاهم وبعدين العيال سابوا المسيح وألحدوا قال ألحدوا لأن ما فيش أساس صح فيش أساس قال العيل في الإيمان الطفل في الإيمان صح ما فيش أساس إنما لو في أساس بل بالعكس من غير بدل ما يتأثر بكلام غيره هو يكون مؤثر في غيره نعم. لاني عنده ماده، عنده بضاعه بيعرضها، نعم. مؤمن بيها. نعم. ده اي انسان تاجر في العالم، تاجر في العالم، مؤمن بالبضاعه بتاعته بيعمل لها دعايه إيه ويتكالب على انه يعمل لها دعايه ويوزعها ويبيعها. احنا عندنا اثمن بضاعه في الوجود. عندنا بشاره الانجيل، بشاره نعم. الخلاص للمخلص الواحد، اثمن واغلى بضاعه في الوجود. نعم. أثمن وأغلى بضاعة في الوجود إحنا راكنينها راكنينها ما بنتكلمش عنها ما بنقدمهاش للعالم ليه؟ لأن الغصن لسه ما نضجش عشان يحمل رسالة لسه ما نضجش لسه ما يعرفش يعني ايه رساله لسه ما نضجش يعني يعرف ايه يعني انتم نور العالم لسه مش منور ظلمه الخطيه مغطيه حياته انسان تعبان انسان تعبان احنا محتاجين نقوم وننور محتاجين لسان ينطق بالشهادة لإسم الملك أمين. المسيح نعم. محتاجين نمتلئ من روح الله ونكون قوة غير عادية ونقضي الأيام اللي باقية من عمرنا نأديها شهادة للملك اللي حنوقف قدامه بعد شوية اللي حيقول لأهل اليمين تعالوا يا مبارك أبي واللي حيقول لأهل اليسار اذهبوا عني مم. مم. نعم أه في نفس السياق في أصحاح خمسة من الرسالة إلى العبرانيين في عدد 12 بيقول تقريبا ذات الكلمات اللي قدسك بتنوه ليها بطريقة غير مباشرة لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداية أقوال الله وصرتم محتاجين الى اللبن لا الى طعام قوي، لان كل من يتناول اللبن هو عديم الخبره في كلام البر لانه طفل. واما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. يعني يعني بيتكلم على ان حته الثبات اللي بتتكلم قدسك عليها ان في ناس بسبب طول الزمان يعني عنصر الزمن ممكن ان يكون مواتيا ومشجعا ودافعا للنمو وممكن ان يكون ايضا اكبر علامه على حياه الطفوليه في حياه شخص ما. الخطوره هنا في العوايد اللي انا بتكلم عليها. ايوه. يعني سنين هذا عددها في الكنيسه. بدل ما كان المفروض انكم تبقوا معلمين ما زلتم محتاجين ان يعلمكم احد. يعني سنين طويله رايح جاي الكنيسه، وقاعد في مكان معين في الكنيسه. كان المفروض تبقى معلم لكن ما زلت طفل ولم تتعلم وتحتاج ان يعلمك احد بدائه الايمان المسيحي ومحتاج زي الطفل للبن العقلي مش للطعام البالغ اللي ممكن بتاع المؤمنين البالغين اللي صارت ليهم الحواس مدربه حواس مدربه انت طول السنين لسه مالكش علاقه بالروح القدس طول السنين ما تعرفش يعني ايه الايمان الحقيقي المثمر الايمان العامل بالمحبه طول السنين ما تعرفش يعني ايه كرازه باسم المسيح طول السنين ما تعرفش يعني ايه ملء روح الله طول السنين ما تعرفش يعني ايه المؤمنين لابد يكونوا صناع ايات ومعجزات المؤمنين قديسين ونكمل القداسه في خوف الله كونوا قديسين المؤمنين شهود امنه لالههم اللي بعد شويه حنقف قدامه سنين طويله رايحين جايين من الكنيسه والحال على حاله كان المفروض أنت اللي بقالك خمسين سنة رايح جاي على الكنيسة كان المفروض تبقى معلم مم. بس أنت لسه لا تعلمت ولا علمت أولادك اللي في البيت لا كبرت ولا كبرت حد حواليك لسه مرنخين مم. مم. الحقيقة اه النقطة اللي قدسك بتتكلم عليها ربطت النمو بحتة الثمر والشجرة يعني موجود في أنا طلعته في على أقل ست أماكن في الكتاب المقدس فمزمور 92 بيقول الصديق كالنخلة يزهو كالأرز في لبنان ينمو إيه العلاقة بين حياة النمو والمنظر أو الصورة التصويرية اللي بيحطها الوحي المقدس في مزمور 92 عدد 12 ويقارن الإنسان المؤمن الناضج بأنه كنخلة أو كأرز لبنان إيه, إيه وجه يعني أوجه التشابه بين آه هذه الصورة وتلك الحاجة الأولانية أن النخلة بتعلو والأرز أيضا بيعلو ومتجه لفوق عالي تمام. وسامي في المسيح يسوع تمام. والحاجه الثانيه ان النخله ثابته جذورها النخله مهما طالت هي ثابته والحاجه الثالثه ان مهما هبت الرياح النخله لا تتزعزع لان تشتهر بالثبات والحاجه الرابعه انها تعطي ثمر حلو لحساب مجد الله مم. كالنخله تزهو مم. المؤمن انسان مرتفع وعالي زايد في الايمان زايد في النعمه له علاقه بربنا علاقه وثيقه امين النخله كمان المكان اللي بتنمو فيه عاده بيكون مكان جاف فالنخله تعطي طعاما وتعطي زادا لمسافري الصحراء على اغلب الظن حلو, الزن. حلو. آه. آه. طيب بيتكلم على يوسف في تكوين 49 22 بيقول اغصان ارتفعت فوق حائط فرمته ومررته ارباب السهام لكن تثبتت بمتانه قوسه وتشددت سواعد يديه نفس الصوره تاني تعليق قدسك على حته النمو اغصان اغصان ارتفعت فوق حائط. امم. يوسف المبارك. رمته أرباب السهام رمته ومررته أرباب ومررته السهام ومررته إخواته أيوه. اللي تعبوه لكن أغصانه ارتفعت وسط مرتفع مم. علم يعني ما نلاقيش قصه في وسط إخواته زي قصه يوسف أيوة لكن رغم كده الشيطان حسده فسببوا إخواته في مرارة حياته باعوه رموه اترمى في السجن كانت تجارب صعبه لكن في نفس الوقت كان النتيجه لمجد الله بركه كبيره قوي وصار يوسف المثال الحلو اللي ممكن لو تاملنا في حياته نلاقيه عايش النعمه قبل زمان النعمه صحيح عايش كلمه عمانوئيل قبل ما يستعلن عمانوئيل للاجيال نعم نلاقيه يقف في بيت فطيفار والمرأة معاه لوحدهم في البيت ويقول كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله عايش كلمة عمانوئيل نعم الله معايا كيف اخطئ الى الله ده يوسف مررته لا. ارباب السهام لا. يعني شخص ينمو ضد الحوائط والاسوار آه. يعني حياة النمو مش معناها ان انا ما الحواجز تمام والصعاب نعم والصعاب نعم يعني كل الأمور اللي مرت في حياته أمور صعبة الأول رموه في بير جاف وبعدين طلعوه وبعدين باعوه وبعدين راح مصر وبعدين اتسجن وبعدين حياة صعبة نعم حياة صعبة لكن النتيجة ثبات آه بركة ورتفاع. كبيرة بركة ف... كبيرة تمام ثبات وارتفاع فوق الحوائط والحواجز يعني المؤمن اللي مرات كثيرة يشتكي ويقول أنه يعني دايما مجرب وده سبب ضعفي ان تعبان وان ظروف الدنيا دي كلها يعني ليست اسباب حقيقيه لعدم النمو فالاسباب الحقيقيه هي عدم الاجتهاد عدم اخذ الحياه المسيحيه بجديه الاكتفاء بالفتات البسيط او حتى اذا كانت وجبه بياخدها مره في الاسبوع يعني ليست له علاقه خاصه مع الله ولا يكرس اوقات معينه في السجود والانتظار امام الله لكي يتغذى بالكلمه الحيه. الانسان ان كان في يد الله حقيقه نعم هيختبر مجد الله لو كان في ايده انما لو كانت حياته نص نص واي كلام ما يختبرش المجد الانسان في ايد الله في ايد الله حيعيش مواعيد الله مواعيد الله ايه أيوه. الباب ضيق والطريق كرب صحيح طريق كرب والسكه مليانه مرائر مم. ده هيقابله انه هو في ايد ربنا هيشارك المسيح الصليب ويشيل الصليب معاه لكن في نفس الوقت هيكون له ترنيمه هيكون متعزل انه في ايد الله هيكون فرحان مش شاعر بالمراره اللي بتمر بحياته لانه في يد الله نعم حيعيش الوعد ما اضيق الباب واقرب الطريق المؤدي الى الحياه حيشيل الصليب مع المسيح لكن في داخله مجد في داخله مجد وانا قلت يمكن مثال لفنان قلت الحكايه دي كتير لكن اقولها تاني فنان رسم حياة المؤمن رسم الكرة الأرضية والمؤمن نصه فوق الكرة الأرضية دي راسه وكتفه والنص التاني جوه الكرة الأرضية <applause> النص اللي جوه الكرة الأرضية عمال تنهش فيه ذئاب وتعابين وأسود وضباع وحيوانات مفترسة وعقارب و و و جوه الكرة الأرضية النص اللي فوق اللي هو راسه ووشه وبتاع في حضن المسيح مم. فرغم الآلام والضيقات والصعاب اللي بتمر بحياة المؤمن لكن هو في حضن المسيح مش شاعر بالألم مش شاعر بالضيقات مم. مش شاعر بالتجارب رغم أن حياته مره حسب الظاهر حياته مرة لكن في الواقع حياته مجد لأنه في حضن المسيح ده الإنسان المؤمن المسيحي الحقيقي أما تسمع عنه وتشوفه حياته كلها تجارب شيء مرض إشي خسارة شيء كلام وإشاعات شيء الشيطان داخل بقوة يجربه ويعمل ويسوي لكن أتاري هو في مجد تعالى مثلا افتح الباب وشوفه بيعمل ايه هتلاقيه في السماء مهلل مع ان في تجارب مره في حياته ايه اللي حاصل ده محمول لما بيقول على الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون ممكن واحد يقول لي لا ده ده في الملك الالفي لا يا حبيبي اقول له انا انا دلوقتي على الايدي محمول نعم. على الايدي تحملون وعلى الركبتين كانسان تعزيه امه هكذا اعزيه انا خلي الشيطان يحارب وخلي كل التجارب تيجي وخلي المرار يجي وخلي لكن انا في حضنه هللويا انا في حضنه أمين. يعني في, في العهد القديم وفي العهد الجديد اعطانا الوحي أه خريطه او خارطه للطريق ولم يضلل بنا فكان واضح انه قال كثيره هي بلايا الصديق الشخص الناضج الشخص المقدس الشخص الذي يعيش لله لكن من جميعها ينجيه الرب وفي العهد الجديد ايضا قال المسيح في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم يعني نكون في في حياه النضوج والنمو فسنعيش حياه الغلبة وهذا لا يعطينا استثناء من التجارب والضيقات والمحاربات اليومية التي يواجهها الانسان، فكون ان انسان يعيش حياة الطفولية واخر يعيش حياة النضوج المستمر والثمر هذا لا يعفي اي منهما من التجارب ولا هل الشخص القريب من ربنا ده عنده استثناء لان حياته نامية من التجارب والتعب. الانسان الغير مؤمن او المؤمن اللي اي اللي كلام يعني ده آه. انسان الشيطان داخل بقوه في حياته يعني عمال يلعب بيه يلعب بيه يوديه ويجيبه تمام. فممكن يكون حتى مملوك اصلا للشيطان سيد حياته ملناش دخل بيه فممكن الشيطان يزين لان ما دام هو سلم حياته للشيطان والشيطان ملك عليه ممكن الشيطان يزيف الأمور وتلاقي حياتهم زهزه زي ما بيقول آساف في 73 زي ما بيقول أيوب تمام زي ما بيقول أرمية إن حياتهم بغدادة وعز بغدادة وعز عشان كده يسأل لماذا تنجح طريق الأشرار فحسب الظاهر من بره الحياة كلها عز ده الإنسان غير المؤمن أو المؤمن الشرير الخاطئ يعني اما انسان الله ده اللي في يد الله اللي بيتحكم في اموره وظروفه ربنا اللي عمال يصلي لتكن لا ارادتي بل, بل إرادتك. ارادتك انا ملك ايديك نعم ليس ما اريد انا بل كما تريد انت انا مش عايز اربي اراده ليا فتصرف انت في حياتي فسايب كل الامور في ايد ربنا ربنا يسمح بتجربه ربنا عارف وتجارب ربنا غير تجارب الشرير نعم تجارب ربنا غير مجرب بالشرور ولا يجرب احدا ان سمح بتجارب مقدسه تمام مقدس لخير الانسان لصلاح الانسان كل التجارب يطلع منها باكثر قوه نامي في النعمه نامي في الايمان يختلف الانسان المؤمن الحقيقي عن الانسان الشرير اه انا عايز اميز بين آه، ثلاث حاجات قدسك اشرت ليهم آه، وعايز استثني الانسان الشرير الخاطئ وعايز آه 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 اكمل المقارنه والحديث بين المؤمن آه الروحي الناضج في حاجه اسمها مؤمن جسدي أطلع. وما هي سمات وما معنى مؤمن جسدي مؤمن جسدي يعني اقول آه لحضرتك مره زمان كنا بنروح الأديورة كجماعة كده يعني رحلات كبيرة يعني وكان في بعض الآباء القديسين الله ينيح نفوسهم يعني فكنا مثلا في الأول في البداية الكلام ده من سنين طويلة أيه. أول ما نروح يقولوا لنا تحبوا تاكلوا لقمة ولا تقابلوا فلان؟ اه فإحنا في الأول قلنا ناكل لقمة بعد ما اكلنا لقمه قال معلش فلان بيعتذر مش هيقدر يقابلكم الله بعد كده اتعلمنا اتاري بيسالونا تاكلوا لقمه ولا لقمه روحيه فلو اخترنا لقمه الجسد يبقى ما فيش لقمه روحيه لو اخترنا اللقمه الروحيه بعدين ناخد لقمه الجسديه فاهتمام الجسد موت أما اهتمام الروح فحياه حياه وسلام ففي فرق بين إنسان اهتماماته روحية يعني زمان كان لينا جروب كده كنا نجتمع كل أسبوع ده قبل الكهنوت من أربعين سنة وأكثر كنا نجتمع يوم في الأسبوع أول ما نروح ما فيش واحدة ست تقدر, تقدر تقدم فنجال شاي يا سلام. لغاية ما نصلي ونرنم ونتأمل ونكمل جلستنا ساعة اتنين تلاتة أربعة اه مفيش حد يقوم من مكانه وبعد كده اللي عايز ياكل ياكل اللي عايز يشرب يشرب دي كانت حياتنا كده م وهكذا في لقاءاتنا الروحية في عملنا في تصرفاتنا الروح أولا الروح أولا مفيش مكان للجسد مفيش مكان للجسد ففي فرق بين انسان جسدي انسان جسدي تلاقي فيه مضيعه للوقت م. يعني الوقت ده ملوش حساب عنده م. اما انسان الله الوقت, الوقت, الوقت له حساب تمام ضيعش وقت مفتدين الوقت م. لان الايام شريره م. الانسان الجسدي تلاقيه يهتم جدا بالاكل والشرب م. هتعمل لنا ايه بكره هتعمل لنا ايه النهارده بتاع الانسان الروحي عمره ما يقول بكره هاكل ايه يعني لما يقولوا له بكره تحب تاكل لما يجي بكره م. طب تحب تاكل ايه كله خير بركه اي لقمه ناكلها ونشكر الله وتلاقي بعد ما ياكل يلم الكسر كسر يلمها وهكذا م. ما يقولش على الاكل ده وحش ده كويس اي لقمه يشكر الله ويأكلها م. وياكلها إنسان ما هوش كتير الكلام، م. الإنسان الروحاني. م. ولو في موضوع خارج عن دايرة الروح وهو ملوش شأن بيه، ما تلاقوش يتكلم. تلاقيه ممكن يقعد في الجلسة ساكت، بس قلبه مرفوع لربنا. قلبه مرفوع، الوقت ده غالي جدا عنده. م. غالي جدا عنده، حياته تبقى مقفولة، دايرة يعني محدش يقدر يقتحم حياته. تمام يعني ده يصاحبه ده يجي له ده يروح ده انا لا, لا حياته قدس للرب جنه مغلقه آه عين مقارنه اه حياته للمسيح زياراته صداقاته تسلياته آه كل شيء للمسيح تلاقيه انسان عنوانه كده كل ملكا للرب كل ملكا للرب ده الانسان الروحاني وتلاقيه بيجاهد يجي في يوم يقول له رب انا مش راضي عن حياتي الله عايز ايه لا عايز احبك من كل قلبي من كل قلبي طب مش قادر احبك وانت بتامرني تقولي لي تحب الرب الهك من, من كل, كل قلب اتصرف فيا آه. ويقعد يبكي قدام ربنا عايز احبك من انسان دايف في ربنا دايف في ربنا الانسان الروحاني آه عارف ان يومينه قليلين في الدنيا عمال يجري ويسابق الزمن عشان ياخد اكبر حاجه من ربنا عشان يكرمه هنا ويشهد له هنا ويمجد اسمه هنا قبل ما يوصل عنده انسان <applause> متشعوط سن متش... غير الانسان النايم انسان النايم ده انسان غفلان وعينيه عاميه ومخه واقف عن متوقف عن العمل ايه اللي بتجري وراه واللي مهتم بيه في الدنيا ايه اللي مهتم بيه في الدنيا انسان لما تتفتح عيون ايمانه يقول لك المسيح وبس السماء وبس مم. الأبدية وبس مم. الخلاص وبس خدمة المسيح وبس ويقتصر على ربنا ان شاء الله حتى ما ياكلش لقمة مم. ما ياكلش لقمة ما عادش المال له قيمة في حياته ولا الملك له قيمة في حياته ولا أي أمر في الدنيا له قيمة في حياته مم. بقى المسيح وبس أما تيجي تكلم إنسان كده باللغة دي يقول لك يا عم هو إحنا هنتراهبن وأنت أنت الطول يا حبيبي مم. وانت طول تكون للمسيح م. الحياة مع المسيح حاجة تاني حاجة تاني م. أنا أشتهي من قلبي م. والكلام اللي بقوله مش كلام وعظ ولا سد خانة ولا مضيعة وقت م. لا كلام اللي بقوله لما تسمعني أنت أو أنت أو أي إنسان حب المسيح من قلبك وانشغل بيه ونسبي فيه وانسبي فيه قريب حنقف قدامه وطوبى للإنسان اللي داب في المسيح وانشغل بيه ومجد اسمه هنا في أيام غربته حيقف هناك مرفوع الرأس والأيام هتمر بسرعة جداً الأيام حتمر بسرعة جداً لا خطية ولا حينفع شهوة ولا حينفع العالم ولا العالم كله لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه اربح المسيح الآن الآن سلم حياتك لي اتغير الآن اتأمل كده في الخ... إيه معنى الخطية إيه معنى... إيه معنى اللي بتعمله ومسيحك قدامك وحواليك ومعاك اكرمه قبل ما تيجي وتقف قدامه ما تعملش شيء إهانة لي لأن كل كسر وصية إهانة للمسيح أمين أمين لئلا لا يظن البعض ان كلمه مؤمن جسدي ده يعني شيء مبتدع في رساله بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس اصحاح ثلاثه وبرده هنا في يعني تساؤل لتناقض غريب الكنيسه يمكن الوحيده اللي اتكلم عنها الوحي المقدس وكتب بولس ان هم كانوا لا ينقصهم شيء من المواهب وكان عندهم وكان عندهم وكان بيعدد الامور اللي ربنا جملهم بيها والنعمه التي اعطيت لهم بمواهب متعدده يقول لهم في اصحاح ثلاثه: وانا ايها الاخوه لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسديين كاطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما لانكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر لأنه متى قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس أفلستم جسديين فمن هو بولس ومن هو أبولس بل خادمان آمنتم بواسطتهما وكما أعطى الرب لكل واحد أنا غرست وأبل السقا لكن الله كان ينمي اذا ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي. ازاي تبقى كنيسه لها كل هذه المواهب الساميه ويكلم عنهم ان هم لا زالوا جسديين وان هم كاطفال. ويعدد سبب تسميتهم او اعطائهم هذه الصفه بصفات يعني ليست حميده ازاي يحصل الاثنين دول يبقوا ماشيين مع بعض في حياه كنيسه يبدو انها حياه روحيه مرتفعه كنيسه كرونس نعم مين اللي باع البكوريه باكله عدس عيسو عيسو ده مؤمن ايه جسدي يا عشان بص على الاكل مثلا آه. بينكم حسد وخصام وانا لبولس وانا لأبولس انشقاق بقى آه. ألستم بعد جسدين؟ إن... انسان يتعصب وفي تعصبه مش دريان اني قلبه اتملا بالبغضة من جهه فلان او علان فصار مؤمن جسدي وحياته تتعرض لخطوره. في حين ان ربنا بيأمرنا بالمحبه قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديده. لا حسد ولا خصام بين المؤمنين. فأي انسان حاسد او عنده غيره 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 غيره, غيرة ليست حسب المعرفه انسان جسدي. إنسان جسدي. غيرة لأي سبب. غيرة لأي سبب. ممكن البعض يرتكن على المسيح له كل المجد لما طرد الباعة من الهيكل غيرة بيتك أكلتني. آه. فالبعض يدعي الغيرة. آه. يدعي الغيرة وينصب من نفسه قائد ورئيس وعايز يمسك اسمه الصوت, الصوت ولا الكرباج أوه. واتاري في قلبه بغضه وحسد وهو مش دريان هو مش دريان هو لا عنده غيره ولا عنده عنده تعصب عنده عمى عنده عمى انا يا ريت كل انسان يرجع لنفسه ويبص لنفسه اولا قبل ما يبص لغيره قبل ما يبص لغيره وبعدين دور على قلبك من جوه وانت اضر بحياتك لانه لا يعرف الانسان الا روح الانسان الذي فيه كلنا حنقف امام كرسي المسيح سنظهر جميعنا سوف نظهر امام كرسي المسيح وحيتكشف المستور ويبان المستخبي انت واجه نفسك الان قبل ما توصل هناك لا حتنفعك غيره ولا حينفعك تعصب ولا حسد ولا خصام ولا حينفعك الادعاء اللي انت بتدعيه وسالك مسلك سكته صعبه سكته صعبه قلنا رب املاني بالمحبه املاني بالمحبه والمحبه تستر كثره من الخطايا المحبه لا تقبح المحبه لا تسقط ابدا المحبه تشيل الغير وعيوب الغير وكله المحبه حلوه وانا اسف اني اقول ممكن انا قلت الكلام ده امبارح في العظه ممكن كلنا بنتكلم عن المحبة كلنا بنتكلم عن المحبة مم. لكن هل يا ترى كلنا قلوبنا مليانة محبة مم. هو ده المطلوب ده المطلوب إن لا يكون في حياتنا حسد ولا خصام ولا غيرة ولا بغضة بغضة شيء خطير جدا يهدد خلاص الإنسان إن كان في قلبه بغضة إنسان جسدي مم. يعني إزاي أميز ابونا بين هذه الغيره او الحسد والغيره لان فيكم غيره وحسد وانشقاق وبين ما يقول الوحي حسنه هي الغيره في الحسنى يعني حتى الغيره انواع ولا ولا الغيره بوجه عام يعني ازاي اميز بين لا في فرق بين دي وبين دي، لما يقول اليهود لما شافوا الاباء الرسل رب بيستخدمهم بقوه يقول امتلأوا وغير ايوه غيرة يعني حقد يعني مرارة اه ازاي ده يحصل واحنا ما عندناش؟ يبقى في مرارة في القلب. وإنسان مشتاق إن البركة اللي عند فلان تضيع. اه لكن حسنة هي الغيرة في الحسنة انا شايف اخويا ربنا مديله نعمه ومليان بالروح وعنده مواهب اه انا غير اقول له طب يا رب ما تديني مواهب اللي عنده حاجه حسنه انا غيران عايز زيه شايفه انسان حلو في تصرفاته وسلوكياته عايز ابقى حلو زيه شايف كلامه مملح عايز كلامي يبقى مملح زيه حسنه هي الغيره في الحسن في دي يعني عايز عايز يعني نقول ان دي زي العمله ليها وجهين آه. الغيره في منها الغيره في الحسن وهو يعني دافع او او تحريض على اني اتمثل باخر واطلب كما باركه الله واعطاه مسحه معينه اني اشتاق ان يكون لي هذا الشيء فدي الناحيه الايجابيه للغيره أما الناحية السلبية فهي الحقد بسبب مثلا استخدام شخص معين وأشعر أن أنا غير مستخدم أو إزاي فلان ده ربنا بيديله كل هذه الكرامة وأنا مثلا ببصلها إزاي أنا مليش اللي ليه يعني, يعني الغيرة يمكن أن يعني يكون لها ناحية سلبية وناحية إيجابية فالناحية الإيجابية إشارة إلى النضوج الروحي والناحيه السلبيه اشاره الى حياه الجسدانيه وحياه الطفوليه متهيالي اللفظ العربي ما يعبرش عن الاثنين اه لان متهيالي بعيد قوي الغيره الحاقده اه عن الغيره المشتاقه اني اكون زي فلان مم. يعني متهالي اللفظ بالعربي ما يأديش المعنى مش موضحة لا ما آه. يأديش المعنى آه. الغيرة الحقد يعني غاروا من الرسل آه. يعني حقدوا عليهم آه. واستكتروا عليهم النعمة والعطية وانتفت النعمة في نظرهم دي مش نعمة ودي مش عطية تحمل معاني شريرة كتير اه, آه. لكن حسنه هي الغيره في الحسنة دي اشواق أوه. مباركه أوه. اشواق مباركه مثال اللغه العربيه ما تاديش المعنى مش جايبه دي آه. طيب قبل آه. طيب، آه. ما نفتح خطوط التليفونات اعزائي المشاهدين آه. اتمنى ان آه. ونحن في حديثنا عن حياه الطفوليه وما بين حياه الطفوله والنضوج الروحي اصلي ان تكون آه. اسئلتنا على المستوى الناضج الروحي أنا عارف إن مرات كتيرة الناس بيبقوا مشتاقين يسلموا على أبونا لكن خلينا نخلي السلام والحاجات الخاصة يا إما مختصرة جدا بحيث الأسئلة الروحية تكون سبب بركة لكل مشاهد بيشاهد هذا البرنامج ونستمتع بقيادة الروح القدس وصوت الروح القدس من خلال أبونا في أمور نتعلم منها كلنا بدل ما الوقت يضيع في يعني امور يمكن ان احنا نستغني عنها اذا كان هناك طلبات صلاه ممكن تركها مع الكنترول روم وان كانت هناك يعني تمنيات او صلوات او كلمات طيبه خلينا نكون في منتهى الاختصار قبل ان نبدا في اخذ مكالماتكم ومداخلاتكم في هذا الوقت الثمين الذي نصلي ان يكون سبب بركه لكثيرين برجع تاني للجزئيه ازاي الكتاب بيتكلم على او بيعمل تشبيه بين النضوج الروحي وبين نمو الشجره، قلنا يوسف اغصان ارتفعت فوق حائط، وقلنا كمان ان داود النبي قال فيكون كشجره مغروسه عند مجاري المياه تعطي ثمرها في اوانه وورقها لا يذبل، ومرات كتيره احنا بنلخبط بين حته يعطي ثمرها في اوانه يعني ايه يعطي ثمرها في اوانه يعني في اوان للثمر وفي اوان مش محتاجين ان احنا نبقى فيه ثمر ولا ما هو المقصود بالمؤمن الناضج اللي يبقى زي الشجر اللي جذورها جنب الميه تدي ثمر لكن يقول في اوانه ما هو تعليقك على هذه الجزئيه تعطي ثمرها في اوانه بتسمع ان الشجره السنه دي كدبت يعني ايه كدبت؟ ما جابتش سمر يعني ما جابتش ثمر. اه. المؤمن الامين مثمر على الدوام، مصغي لصوت الله، مطيع للوصيه، مثمر وثمره يتكاثر على الدوام. ما يكدبش يعني ما يجيش في مره تلاقيه اوت ولا تلاقيه يعني مش آه. في الصوره المرضيه امام الله. انسان منتبه، انسان يقظ، انسان سهران. انسان بيجاهد انه يتمم خلاصه، بيكمل القداسه في خوف الله وهكذا يعطي ثمرها في اوانه في اوانه، انسان منتبه. نعم. يعني يعني في وقت للثمر وفي وقت للغذاء. يعني عايز اقول الخدمه مش 24 ساعه في كل حياتنا دون ان يكون هناك وقت لكي تاخذ هذه الشجره او ياخذ هذا الفرع قوته وعصارته من الام هل يمكن ان نقول ان هذا ايضا مضمون في هذا ما المعنى؟ بياخذ على طول وبيثمر على طول نعم نعم انا في فيش وقت ما باخذش فيه اه وعلى الدوام اكون مثمر نعم قال احدهم ان مرات كثيره بنحتاج اننا نتغذى وان ننتظر امام الله لكي نعطي ثمرا وثمرا متكاثرا فالفرع الصغير الضعيف لو طلعت عليه ثمرة كبيرة ممكن تكسره فلابد أن يكون هناك وقت للمكوث أمام الله في حياة النضوج كما أشرت أودسك الاختلاء الغذاء بالكلمة المقدسة الامتلاء من الروح القدس بطريقة دائمة الأشواق الروحية لكي ندخل إلى الأعماق ونتجنب حياة الشاطئ كل هذه الأمور تقودنا إلى حياة النمو المستمر، والكتاب الحقيقة بيتكلم تعبير سمعته من أحدهم قال إن في صمويل الأول أصحاح اثنين لما بيتكلم على حنا إنها كانت تروح من سنة بعد سنة تجيب له جلباب أو تجيب له ثياب أكبر لأن الشخص ده بينمو وشفنا في حياة صمويل النبي كيف كان عارية أو سلفة قدمت من الأم من العائلة لله وكيف استخدمه الله فما هو التعليق اللي نقدر نقوله على حتة أن كان في كل سنة يختلف مظهره عن السنة اللي بعدها ليس فقط جسديا لكن أيضا روحيا ودي عطايا الرب بتزيد للإنسان كل شوية على قد ما الانسان يزيد في الايمان على قد ما ياخذ اكثر نعم يقول نعمه فوق نعمه نعم نعمه فوق نعمه فربنا لما يشوف اخلاص الانسان وأمنته وأشواقه تلاقيه بيزيد له النعمه ويزيد له الايمان امين أه نرحب بمكالماتكم ومداخلاتكم اعزائي المشاهدين معنا اختنا جورجينا من بوسطن اعتقد اهلا وسهلا بحضرتك من رود ايلاند من رود ايلاند اهلا وسهلا اول حاجه انا بشكركم كتير انكم بشكر قناه الكرمة والعملين بيها وبشكركم كلكم من انكم بتستضيف اه ابونا مكاري وبشوف البث المباشر كل يوم جمعه اه وربنا معاكم كلكم ويبارك خدمتكم وارحب بيك اهلا بيك ابونا اهلا بيك اه وعندي سؤالين اثنين اه اه. السؤال الاولاني بيت ابي به منازل كثيره يعني عايز اعرف معناه ايه زي جونا وفي سؤال ثاني بيقول انت قلت دائما في كل وعظه تقول خلاص عادش في وقت ربنا خلاص على الابواب واخر بشاره ان يعني يبرز ببشاره انجيل في جميع المسكونه كلها آه يعني خلاص المسيح على الابواب قرب يجي نستنى حاجه ثانيه ولا خلاص يسوع جاي اي وقت في اي وقت اللي احنا عايشين في اي وقت دلوقتي ممكن يقدر يجي في اي وقت وكنت عايزه اسمع ترنيمه من قدسك يا ابونا انا بحب كل الترانيم بتاعتك يعني انا بحب اللي تحببني فيك قوي ويا ريت يعني تقولها <applause> يا شكرا لك يا اخت جورجينا <applause> ربنا يبارك حياتك <applause> آه السؤال الاولاني يعني قدس ابونا وبعدين الثاني وبعدين هسيب لوتسك اختيار الترنيم ده والحقيقه في بيت ابي منازل كثيره يعني ممكن العقل يتوه وناس كتير او مفسرين كتير بيروحوا فيها هل يا ترى في بيوت في السماء ايوه ولا هل يا ترى دي منازل او رتب للانسان قامه ما ظنيش في السماء يكون في قامات او منازل م. مرة كنا في خلوة بعيد عن القاهرة وبالليل وإحنا سهرانين وقاعدين نتأمل فأخذنا التأمل في الحتة دي في بيت أبي منازل كثيرة فعدنا نتأمل إحنا طبعا عندنا فكرة عن الفلك والكون والحاجات دي تمام قلنا كل واحد انا بيتي النجم ده وفلان ده بيته النجم ده وفلان ده بيته النجم ده المسافة بين النجم والنجم مسافة لا يعبر عنها <applause> فقلنا افرض عايز ازور فلان مجرد ان انا افكر عايز ازور فلان انا اني اتوجدت عند فلان قعدنا سرحنا بالتأمل في بيت ابي منازل كثيرة وقلنا الكون ده كله بمجرات ملايين المجرات وملايين المسافات الغير متناهية يبقى هي دي المنازل اللي في السماء، ده تأمل يعني، آه. تأمل آه. إلى آخره من الحاجات دي. آه. مش بيت يعني بتوب وبتاع، طبعًا إحنا بنتكلم على لا. السماء على أمور روحية. آه. آه، في ترنيمة حلوة زمان كانوا بيقولوها، معلش مع يا جورجينا أنا صحيح ممكن حاقول لك عدد من الترنيمة اللي أنتِ عايزاها، لكن أنا عايز أقول حتة تاني مع الكلام اللي أنا بقوله. في السماء الشاني ذاتي نساني إيدي في إيده ويا هناني هناني لحظة هانية غالية علي صرت حاتف ضال ملي عيني ملي عيني لحظة هانية غالية عليا صرت حتى فضال ملي عيني ملي عيني ما مناظر حلوة في ما نسيت في المهم دينا آه بتقول ايه حببني فيك شوقني ليك ساعدني اعمل ما يرضيك، ساعدني اعمل ما يرضيك، حببني فيك، شوقني ليك، ساعدني اعمل ما يرضيك ساعدني اعمل ما يرضي امين 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 آه الجزء الثاني بتتكلم آه برضو الاخت جورجينا على حته آه ان دايما تقول ان آه الوقت آه خلص ما فيش وقت يعني آه التعريق <applause> في الحته دي أنا كل ما أفكر في حاجات واختراعات حديثة ده غير إني إني ربنا قال يكرز ببشارة الملكوت على القنوات الفضائية نعم يعني كنا بنتكلم من إمبارح على النافيجيتور اه أو اللي بتسموه الجي في إس ده اه اللي بيمشي العربيات فتلاقيها بتتكلم وبتقول آه حود يمين على الشارع الفلاني على البيت رقم كذا حاجة وبعدين إيه هو الساتلايت ده يعني عايز حد بس يفسر لي إيه الساتلايت وإيه الحاجات دي وإيه اللي عمله الإنسان عشان يخترع الاختراعات دي وبعدين لما نكلم الموبايل كده وأقول أنا عايز ده احنا قلنا لها مره اسمها سيري <applause> مش ولا ما تعرفش مش عارف سيري دي مين <applause> كمان انت ما تعرفش الحاجه الوحيده اللي اعرفها ان دي الست الوحيده اللي كل رجال لازم تسمع كلامها <applause> لا ده غير ان اه مظبوط سيري مظبوط ده واحده أه. تاني <applause> ايوه قالوا لها عايزين تجيب لنا ترنيمه ترنيمه كذا بصوت ابونا مكاري راحت جايبه الترنيمه وانا برنمها في بيت. قلنا لها ادينا عدد اللقباط في مصر، عدد المسيحيين في مصر. قالت ما بين 15 و 20 مليون. ايه ده؟ ايه ده اللي احنا بنشوفه؟ انا كل ما اتامل في الحاجات دي ده جانب، ده جانب. لكن الجانب الثاني لما أبص للعلامات اللي قالها رب المجد يسوع نعم. أن كل العلامات تمت أي. كل العلامات تمت وبقول باختصار الحار في الروح يقول الرب قريب أمين المرنخ في الروح يقول لسه بدري عشان كده معلمنا بولس وهو في سجن روما وهو بيمل الرسالة افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا ليكن حلمكم معروفا لدى جميع الناس الرب قريب أيوه. معلمنا بطرس يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات أبونا يوحنا يكتب الرؤية ويقول الرب قريب إيه ده م. ده من اول ما كتبوا قالوا الرب قريب يعني ايه؟ يعني ما عادش فيه وقت نعم نعم شكرا يا سابونا معانا بنت الرب من كاليفورنيا اهلا وسهلا بحضرتك تفضلي بسؤالك لابونا الو؟ تفضلي أيوه. حضرتك على الهواء الو صباح <تبع> الخير اهلا وسهلا صباح النور في الاول انا بشكر قناه الكارما كثير على استضافه قدس ابونا مكاري اشكرك وبقول له صباح الخير يا ابي بنقبل ايديك وجميل. صباح النور صباح النور منورنا يا ابونا كاليفورنيا كلها منوره وانا سعيده جدا ان انا بكلم قدسك وفي نفس الوقت مش هشوفك لان بعيد عننا قوي سان دييغو تقريبا اللي قدسك هتعمل فيها المؤتمر anyway اذكرنا في صلاتك وانا عندي لقدسك سؤالين السؤال الاولاني قد يكون مكرر زي ما قالت الاخت في الكنترول روم بس انا مش عارفه يعني انا ما يمكن ما حضرتش الحلقه من اولها او جاوبتها في برامج تانية انما انا عايزه اعرف الاجابه أه على الايه اللي بتقول ان استطعتم سلموا جميع الناس أه دلوقتي انا بعرف انه عندنا كأرثوذكس ما يصحش الواحد يتقدم للتناول إن كان مثلا شايل في قلبه من حد أو مختصر حد يا يعني أنا بتهيأ في فرق ما بين يعني لو برضو عايزة رأي قدسك وده الأهم عايزة أعرف إيه الفرق بين إنك مخاصم حد أو مختصره أو بتتجنبه لأنه هو مثلا ترابل ميكر أو إنسان بتاع مشاكل أو كده هل في الحالة دي برضو ما لكش التناول وماذا عن لو إن الشخص اللي أنت شايل منه ده كان الكاهن نفسه اللي شايل الذبيحة يعني انت حصلت مثلا بيني وبينه حساسيات فانا هو كاهن واحد في كنيستنا وانا ما عنديش حل تاني لدرجه اني بطلت الاعتراف تماما يمكن من اباوت حوالي يمكن اقول خمس شهور كده من ساعه ما حصل يعني كلاش كده بيني وما بين قدس ابونا بتاعنا فحصل ان انا ما عدتش بعترف وما فيش اب اعتراف تاني في منطقه تانيه مثلا كلوز باي او كده الكنيسه التانيه بتبعد حوالي نص ساعه وانا مش بسوق وكده ف, فايه ايه ايه شكلي قدام ربنا؟ هل ممكن المسيحي يكون زعلان مني؟ طيب والسؤال الثاني؟ برضه الصلاه بالاشبيه يعني واحد ما بيصليش من الاشبيه. ساعات ابص لصورة المسيح اللي عندي في الاوضه ابص زي ما يكون بيقول لي يعني توك اللي جايه تقفي قدامي دلوقتي وتقولي ابانا لازم تخش اتنيني فحس انه بيلومني على كده بيلومني على التقصير ده بيقول لي يعني انت فين طول اليوم؟ فبرضو <applause> عاوزة إجابة قدسك على الأسئلة دي كلها وبرضو عن الآية اللي بتقول الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما ما يرجع ويحيا <applause> دلوقتي في ناس كتير غير مؤمنين الناس دي لما بتموت هل هي ممكن مثلا يعني يعني مثلا فين فين تطبيق الايه دي لو الناس دي ربنا اراد مثلا انها ماتت في خطيتها يعني كلنا خطاة ما فيش حد كامل الا الله وحده فعايزه اعرف لو ربنا اراد ان ادم مات كده هل ممكن ما يكونش له نصيب في في الحياه الابديه او في السماء شكرا لك يا و... بنت الرب ربنا يبارك حياتك ابونا هيجاوب على اسئلتك فضل يا شوفي يا أختي لابد أنت تيجي على نفسك وتروحي تصالحي اللي أنت زعلانة منه أو تكلميه أو تستسمحيه وفي فرق بين الخصام وبين مختصر إنسان هل وأنا مختصر فلان ده إن أنا جربت إني أتعامل معاه وفشلت لكن بحبه يعني بعدت عنه لكن بحبه فلازم ترجعي للكنيسة وتشوفي الحكاية دي أما عن الصلاة عايز أقولك أن الصلاة مش بس واقفة قدام ربنا دقيقة ولا اتنين ولا أبانا الذي ولا الكلام ده الصلاة دي حياة يا بنتي حتى لما كتبوا الأباء كتبوا قالوا حياة الصلاة الأرثوذكسية مثلا فإنسان عايش يقول أما أنا فصلاة فانا طول النهار قلبي مع ربنا بصلي وليا وقفه رسميه قدام ربنا صلي مزمور اصلي قطعه اصلي صلاه حره انا مع ربنا في الوقفه الرسميه لكن طول النهار بصلي امين معانا الاخت وجدان من الاردن اهلا وسهلا حضرتك على الهواء تفضلي الو اهلا وسهلا اتفضلي يعطيك العافيه حبيبي شكرا لو سمحتي وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون، تفضلي حضرتك على الهواء انا حابه احكي مع بيت ابونا مكاري تفضلي يا ابونا سامعك تفضل. ربي يباركك ابونا اشكرك ابونا ابونا لو سمحتي يا اخت وجدان وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون عشان الوقت وتفضلي بسؤال طب تفضلي بسؤال تفضلي أبونا, ابونا سامعك انا احكي مع قدس ابونا ابونا سامع تفضلي الو تفضلي حضرتك على الهواء ابونا سامعك آه مساء الخير ابونا مساء الخير ربي يباركك اشكرك احنا لنا اشتياق انا من الاردن انه نسمع صوتك وصلواتك لينا يا ابونا مرحبا مرحبا فيك انا طالبه صلاه لاولادي إيه, للزواج وفي بنتي للحمل وقرايب كمان النا وحابه اسالك سؤال في النا رحله للاراضي المقدسه لقبل المسيح عليه السلام فبدي اسالك فيه, يعني بنحكي انه ناخذ اواعي او ناخذ مثلا صور بعرف انه المسيح بقلبنا بس هل هذا روحيا صحيح ولا لا؟ <تصفيق> <تصفيق> شكرا جزيلا يا اخت وجدان معنا أيضا فين من العراق فين فيينا فيينا متأسف متأسف نعم تفضلي يا فيينا أهلا وسهلا شلونكم؟ شلونكم؟ زين زين الحمد لله أبونا أريد أريد أحكي ويا أبونا أبونا سامعك تفضلي أبونا مكيرشلي شلونك؟ نشكر الله تسلم أبونا هاي صار لي شهر ما بقدر اكل ما اقدر اقرا الانجيل مزامير اريد اسمع يعني الحالة ما اقدر شيء رابطني ما شريره قلبي خوفي دقات قويه يعني من أربعة الصبح قاعدة ولي هسه ما اقدر اقرا كتاب انجيل، افتح كتاب ارجف اشوف الكنيسه ارجف ابونا، متى اقدر تعبانه؟ انا يعني زوجي يعني فطمه تعبانه. طيب حنتكلم حاضر، طيب شكرا. شكرا. عايز اقول للاخت بتاعه الاردن دي اتفضل بلاش نقول المسيح عليه السلام دي مش لغتنا يا بنتي المسيح هو اللي بيدينا السلام سلاما اعطيكم سلامي اترك لكم اما عن اختنا فيينا في العراق شوفي فتشي في حياتك ان كان في اي خطيه توبي عنها وأنا أأمر باسم يسوع المسيح الناصري أن كل شيطان بيحاربك بنتهره ولا يعود يحاربك يسوع. أمين. فضل. أمين معنا الأخت حنان من السعودية أهلا وسهلا تفضلي حضرتك على الهواء أنا أنا صباح الخير أهلا وسهلاً. سلام وسهلا المسيح. سلام المسيح ليك تفضلي <applause> أهلا يا بنتي أهلا يا أبونا أبونا أنا أنا حنان من السعودية أبونا انا نفسي بس يا منى علشان احنا يعني نفسنا يكون عندنا نمو روحي وتعبانين قوي من العيشه هنا في السعوديه يعني ربنا سمح ان احنا نيجي هنا بس تعبانين من غير كنيسه او من غير تناول من غير حد يصلي لنا محتاجين شركه مؤمنين حد يسمعنا يعني الشيطان دايما بيشككنا ان المسيح معانا مضروبين بالفشل من اول من اول جوازنا يعني اجهضت حوالي 10 مرات اجهاض ما حدش عارف كل مره اروح اعمل عمليه تنظيف وتعبت قوي مع الدكاتره ومحدش عارف السبب خالص حاولنا نقدم على سفر عشان نطلع من هنا جوز يتعب ويذاكر يعني سنه واثنين نروح نقدم على السفاره مترفض ومش بنقبل <applause> يعني مش عارفه يعني نتغلب ازاي على ان احنا كل حاجه مضروبين كده بيها بالفشل يعني أيوة حتى بنت. يعني يعني انا حتى حاسه ان صلاتي هو مش يا رب انا يعني بصلي حاجات كتير حتى ان ربنا مش طيب أقول. يا حنان اسمعي يا حنان عايز اقول لك يا بنتي اولا المسيح معاكم معاكم لان اسمه عمانوئيل مش عايزكم تشكوا في الكلام ده أمين. الحاجة الثانية أي خطية اتركوها الآن يا حنان وإحنا هنصلي الله يفرحك بثمرة البطن ويدبر كل أموركم ويوفقكم أمين يا رب. أمين 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 شكرا جزيلا معنا الأخت نرجس من جيرزي أهلا وسهلا حضرتك على الهواء تفضلي الو مساء الخير او صباح الخير اهلا وسهلا ازيك آه يا حضره الاس نبيل اهلا وسهلا ربي يباركك ايوه يا بونا ازيك يا استاذ أبونا اهلا وسهلا آه المعرفه من زمان خالص لما كنت في مصر اهلا آه آه اولا الترنيمه حلوه صورته حلوه قدام عيني جميله جدا فعلا دايما نحط يسوع امام عيننا دايما وامين الرب قريب سؤالي يا استاذ أبونا هل في فرق بين نقاوه القلب والقداسه؟ فاحب ان ترد عليا في هذا السؤال شكرا يا اخت نرجس ربنا يبارك حياتك نقاوه القلب شيء من القداسه او حاجه تقول للقداسه معنى ان انا بطلب نقاوه القلب ان الله يخلي قلبي من اي محبه غريبه وسكه القداسه أني انا بحاول ادي نفسي وخصص نفسي باستمرار حاجه بحاجه وحته بحته وشيء بشيء لربنا طول الطريق. معنى القداسه التخصيص لربنا، نقاوه القلب انا بشيل مثلا فرضي في القلب شيء من محبه المال، اقول لرب رب انزع محبه المال واملك انت، محبه الذات انزع محبه الذات واملك انت، نقاوه القلب تقود للقداسه. امين. معنا الاخ مينا من مصر اهلا وسهلا بحضرتك، تفضل انت على الهواء. مساء الخير مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا ممكن اكلم ابو صابونه مكاري ابونا سامعك تفضل تفضل ازيك يا اهلا يا حبيبي انا ابونا كنت عايز اطلب معونة اختك في حاجه معينه صعبه جدا يعني انا من قيمة شهر لا بيا ولا عليا رحت اكشف لقيت الدكتور بيقول لي انت عندك حي بخلو في في الكبد والكبد بيدمر الكلى فانت محتاج زرع الكلى وكبد وأنا مش عارف لقيت كل حاجة كده عليا فجأة يا أنا مش عارف أعمل إيه رحت كذا دكتور وقال لي نفس الكلام ده يا أنا طالب معاهم وفرح بعد شهرين يا أوسابوني أعمل إيه؟ حاضر يا حبيبي قلبنا معاك وهنصلي لكن عايز أقول لك ما اسموش عيب خلقي اسمه عيب خلقي. خلقي يعني في الأخلاق والحاجات دي وأنت أخلاقك مسيحية وحلوة. هنصلي ربنا يرفع عنك ويدي لك صحه وبركه ويتمم ما مشيئته في حياتك يا حبيبي يا رب امين امين معانا الاخ سامر من نيويورك اهلا وسهلا حضرتك على الهواء اتفضل أنا بيل. كمان صباح الخير اهلا وسهلا انا حقيقه برجع هيدا الشيء بحضر عم بحضر ونشكر حياتي. من اجل وما ما الاخ سامر الصوت مقطع خالص مش قادرين نسمعك بالظبط لو اتكرمت وقعدت تتصل بينا مره تاني يمكن الصوت يكون احسن نقدر نسمعك ونتواصل معاك بطريقه افضل شكرا جزيلا بنعود تاني ابونا في تمييز بين نقاء القلب والقداسة ويعني مرة تانية نقاء القلب يقود إلى القداسة يعني نقاء القلب جزء من حياة القداسة جزء من القداسة نعم. برنامج يعني نعم. لو قلنا القداسة برنامج آه. والقداسة هي التخصيص مثلا أنا بضرب عيني على أنها تكون بسيطة كويس بطلب نعمة باستمرار أن ربنا يخلي عيني بسيطة عشان أخصص عيني لربنا تمام عشان عيني تتقدس نعم بدرب ايدي على انها تكون ايادي طاهره وده جزء من القداسه القلب كذلك وهكذا كل دي حاجه من التقديس، تقديس يعني التخصيص نعم. لما بيقول كونوا قديسين احنا قلنا بالمعموديه تقدسنا تخصصنا المسيح له كل المجد قال لأجلهم أقدس أنا ذاتي م. يعني أخصص أنا ذاتي م. أنا آجي في المقابل أو لأجلك أقدس أنا ذاتي هو قدسني من المعمودية كتب علي قدس للرب كتب علي خاص بالمسيح نعم هذا معنى القداس أو التقديس خاص بالمسيح حلو اجي في حياتي العمليه اعيش مخصص للمسيح أمين. ودي عايزه تدريب العمر كله مكملين القداسه في خوف الله فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسه في خوف الله فطول الطريق جهادي انا بنعمه من ربنا اني اخصص نفسي كل ملكا ليسوع. خصص نفسي للمسيح. بحيث كل شويه اكون انا زايد في النعمه. زايد في الايمان. زايد في العطايا، زايد في كل فضيله، زايد في كل عمل صالح وهكذا. امين م. امين أه تعليق سريع برضو اسمع يعني قدسك وانت بتعلق عليه هناك اختيارات وهناك اوامر في الكتاب المقدس يعني بيتكلم مثلا على في سفر المزامير كله لما بيتكلم عن التسبيح التسبيح ليس امرا اختياريا فسبحوا الله كل نسمه فلتسبح الرب ارنم للرب في حياتي ارنم لالهي ما دمت موجودا هل ايضا عمليه النمو امر ام هناك يعني ولا هي موضوع متروك لاختيارات الشخص او استحساناته هي مش امر بقدر ما هي ضروره يعني لما اقول انمو في النعمه ضروره آه. ضروره الانسان لو ما نماش هيتعب نعم او يهدد خلاصه نعم لما يقول انمو في النعمه ده يعني مجرد نصيحه, نصيحة. اكثر منها امر. أوكي. اكثر منها امر. لان انسان حينمو انسان مش حينمو. صح. فربنا بينصحنا بيقول احسن لك تنمي نفسك احسن لك تاخد نعمه. وهكذا. امين. اتكلمنا على الفرق بين الحياه الطفوليه وبين النضوج وضرورة النضوج وتسك كما يعلم الكتاب المقدس جبت لنا سلسلة جميلة من الصورة النموذجية اللي بيتكلمها الكتاب وحتى في الملوك الثاني 19 لما بيقول ويعود الناجون من بيت يهوذا يتأصلون إلى أسفل ويصنعون ثمرًا إلى ما فوق. اتكلمنا على التأصل وضرورة الحياة الثابتة والحياة المقدسة كل دي كعوامل حياة النعمة النمو المستمر وزي ما كنا بنشوف أيضا تحدث الكتاب المقدس عن شخص المسيح لما قال أنه وكان الصبي يتزايد في النعمة والقامة عند الله والناس واستخدم التعبير تقريبا المشابه للإشارة إلى يوحنا المعمدان فالنمو جزء لا يتجزأ من الحياة الروحية الصحية برضو بنتكلم بالاسلوب الروحي المؤمن غير الناضج اكيد في حاجه غلط فعايز قدسك تدينا بعض اللمحات او الاشارات عن معوقات النمو في حياه الانسان ليه بنشوف واحد بينمو وواحد حتى لما بيحاول حسب ما يقول بعض الناس يقول لك انا بحس كان ربنا مش سامع صلاتي انا مش بتلذذ بحياه الصلاه والاقتراب الى الله لان بشعر بالملل ايه هي معوقات النمو الروحي التي يمكن ان يواجهها الانسان المخلص الذي يريد ان حياته تنمو مع الله يوميا وفي عشره متواصله هو في فرق بين زي مثلا تلميذين كويس في تلميذ مجتهد وتلميذ بليد اه تلميذ البليد ممكن يجي من مدرسه مثلا زي ما بيحصل انا بقول امر واقع يعني. ايوه على ما يقلع هدومه على ما ياكل لقمه على مش عارف يلعب هنا يعمل ايه يسوي ايه بتاع ضاع اليوم م. في ولد او بنت ممكن يجي من مدرسه ما يقلعش هدومه مم. على مكتبه تمام. وكتبه يا ابني لقمة الاول هو مشغول ها 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 طول النهار بيجتهد نيجي للنتيجه النتيجه دي غير دي صح غير دي صح نفس الكلام في مؤمن مجتهد وضع الابديه قدام عينه والوقفه قدام ربنا ما بتغيبش عن فكره مم. وعايز يقف قدام ربنا بطل بطل ايمان فواضع برنامج برنامج لحياته وماسك في الروح القدس انه لابد يزيد لابد يزيد فتلاقيه يستخدم كل الوسائل اشي كتاب مقدس اشي حياه الصلاه اشي اجتماعات اشي خدمه شهاده ارتباط بالكنيسه عمل لاي يعني انسان نار والعخ فتلاقيه بيزيد باستمرار يختلف تماما عن الانسان اللي مرنخ ونايم. يختلف تماما، سمر ده باين. سمر ده باين لو شفته النهارده ده مش هو بتاع السنه اللي فاتت. شفته النهارده مش هو بتاع امبارح. مش هو بتاع امبارح. نعم. ولما يكلمك يثير فيك الغيره نعم. ويرفع قلبك لفوق لانه انسان عايش فوق. نعم. يعني هل الامر اذا مرتبط بالشخص ذاته المؤمن؟ اذا كان شخص يملا الاجتهاد او شخص متكاسل فقط بالزبط. طب افترضنا واحد بيقول لك انا ماليش شهيه وبتسمع الكلمه دي كتير لقراءه الكتاب او ما عنديش شهيه للصلاه هل هناك دور الهي يغير الانسان من حياه البلاده زي ما قدسك بتوصف الى حياه الاجتهاد والعطش هل هناك دور الهي حاشا ان ينسب للرب تقصير اه الرب عايز يغني الكل نعم وإيده ممدودة للكل وطلع بره البيت للإبن الكبير يتوسل إليه هي مكتوبة يطلب إليه لكن هي يتوسل إليه وقال له يا ابني كل شيء فهو لك البلادة مسؤوليتها على الشخص نفسه أوه. ده إنسان بيفكر م. إنسان عاقل وإنسان غير عاقل العاقل هو اللي يقوم الآن ويبقى نار ولعة ده العاقل المتبلد ده لذاته لذاته هو بنفسه اللي بيعيش في البلاده، انسان مرنخ يعني في انسان يحب النوم يحب أه النوم عقله أه مهود على كده فبينام مم تلاقي اغلب النهار نايم يا عيال نايم وياما رجاله نايم مظبوط لكن في واحد يصحى الصبح أه ده ممكن واحد ما عندوش شغل أه لكن يصحى الصبح ويلبس وينزل أي. ينزل آه. عشان ربنا يجمع له الشغل آه. وربنا يجمع له الشغل آه. يعني اذا ما نقدرش لا يوجد لوم على اي مسببات اخرى غير على الشخص ذاته الشخص نفسه اه وحتى لو الشخص نفسه بيقول انه ما عندوش القابليه او الشهيه هل يمكن نفس الشخص برضو انه نقول له تقترب انك تطلب من ربنا زي ما قدسك دايما بتقول انه يعطشني وانه يجوعني حتى استمتع بحياه النمو. يتعقل. يتعقل. يعني الموضوع عايز عقل، يعني يا فلان اعقل. عارف الايه اللي بتقول انما نهايه كل شيء قد اقتربت فتعقلوا. فتعقلوا يعني ايه؟ يعني بي سيريوس. يعني خدوا الموضوع جد. آه. يعني يا بتنام يا اللي بتلعب يا متهاون، الموضوع خطير. م. خد الموضوع جد قوم قوم وانهض انهض عايز انسان يتعقل ويفكر يفكر في الابديه لو اي انسان عايش في الخطيه وعدم الايمان وعاد يفكر في جهنم لحظات لحظات ممكن يتوب ممكن يؤمن بالمسيح وانا عايز اقول لكل انسان شايفني وسمعني المخلص واحد هو يسوع المسيح والطريق واحد هو طريق الخلاص بيسوع المسيح. وما تفكرش كتير وخدها من قصرها وامسك في المسيح وامن بيه واقبله فادي ومخلص. وما عادش في وقت. اه لو في قدامي اثنين قاعدين قصاد الشاشه بتاع التلفزيون، واحد فيهم بيجتهد وواحد فيهم اه اه بيمارس وسائط النعمه للنمو. واحد تاني قاعد بيقول ازاي اتحرك من هنا واخد خطوه عمليه لكي تتغير حياتي تقول للي قاعد متكاسل او قاعد في مكانه بطريقه دائمه زي ما شفته من عشر سنين بتشوفه النهارده كلماته هي هي اسلوبه هو هو معاملاته لازالت متكرره كانه شخص قاعد في لو دورت عجلة الزمن ورجعت عشر سنين هلاقي إذا ما صلاته هي هي لا تغيير في حياته ماذا أقول لهذا وماذا أقول لذاك الذي يدخل إلى حضرة الله إيه النصيحة كأب لينا تقولها لهذا الشخص وللآخر لتشجيع الاثنين وتحفيزهم للنمو والتقدم في الحياه الروحيه لاختبار اللذه الحقيقيه التي لا يستطيع الانسان البعيد عن الله او اللي ماسك العصايه من الوسط انه يستمتع بها. الحياه الايمانيه ما فيهاش عصايه من النص. ما فيهاش نعم. بين الفرقتين. نعم الحياه الايمانيه يا اما مع المسيح يا اما مش معاه يا اما جوه البيت يا اما بره البيت. نعم. يا اما انسان وجهه للسماء ومسافر على السماء يا اما انسان يقول لك انا مش عارف رايح فين لا, و... لا, حلول, وسطة. أه؟ لا حلول وسطه ها؟ لا حلول واسطه لا مفيش آه. مفيش آه. انسان ممكن يغني غني وعلى السماء رايح آه. اما انسان تاني يقول لك مش عارف رايح على فين خليك في حالك آه. خليك انت فالحياه الايمانيه ثبات وثقه في المسيح يسوع اما يقول الصديق واثق عند موته اثبتوا في الحرية التي حرركم المسيح بها تعرفون الحق والحق يحرركم no. فإنسان اتحرر عايش في الحرية عايش في الحرية عارف هو ماشي فين دلوقتي فتلاقي مع كل خطوة على السماء رايح مع كل خطوة عمال يثبت أقدامه على الطريق أنا تايب على السماء رايح أنا تايب على رايح لو مال كده ولا كده يرجع بسرعة no. فإنسان صاحي وسهران mm. انسان صاحي ما هواش نايم ما هواش نايم غير انسان العالم اللي فاكر الحياه المسيحيه عرج بين هنا وبين هنا ساعة لهنا وساعة لا 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 الحياه المسيحيه مش كده <applause> امين معانا الاخ شادي من هولندا اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل انت على الهواء الو اهلا وسهلا الو اتفضل حضرتك السلام والنعمه بتسابونا سلام يا حبيبي أهلا بيك حاجة كتير أهلا وسهلا آه كنت عايز أسأل جوت سابونا بس سؤال كده آه هل يا أبونا ممكن الواحد ياخد الأحلام كدليل في حياته لو خاصة حلم جميل حلم كده بالآباء القديسين شكرا جزيلا ولو كنت معلش كنت طالب صلاه تصلي من اجلي انا قاعد في هولندا ومحتاج صلواتك ان ربنا يدبر اموري في البلد حاضر حاضر شكرا ربي يباركك ويفتح ليك الابواب على العموم يا حبيبي اي انسان عايش مع ربنا ومختبر الحياه الروحانيه والملء بالروح مكتوب يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما فممكن يكون في رؤى من الله واحلام من الله والانسان لا يعرف الانسان الا روح الانسان الذي فيه امين <applause> معانا الاخت منال من بنسلفانيا اهلا وسهلا بيكي حضرتك على الهواء اتفضلي اهلا وسهلا يا سيسي السلام ونعمة يا اهلا ست. يا ستي بصي يا ابونا انا انا بقالي 8 سنين عندي اكتئاب وباخد ادويه جربت جميع الادويه اللي هي عن الاكتئاب اللي هي بتاعه الاكتئاب بقالي 7 سنين وقدسك زرت حد زرتنا في بنسلفانيا جيت كنيستنا في فيلادلفيا <applause> وساعة ما رحت أدور قدسك في الكنيسة قررت أن أنا أمنع أي أدوية وقلت أكيد ربنا يتمجد وهيعمل لي معجزة مش هحتاج أي أدوية لأن الأدوية ما عملتش كفاية يعني <applause> ست الأدوية من ساعة ما قدسك جيت عندنا أديلي حوالي شهر تقريباً <applause> لقيت ان مفعول الادويه اللي انا كنت باخدها خلص جدا خلص خالص من جسمي فدلوقتي انا عندي اكتئاب شديد جدا جدا لدرجه ان انا يعني حاسه ان الدنيا ضلمه خالص في وشي وبعيط طول الوقت ومش قادره اعمل اي حاجه في البيت ولا قادره اعمل اي حاجه للعيال وتعبانه تعبانه جدا يا بونا وناس ناس كتيره نصحتني ان انا اخد ارجع الادويه تاني لكن انا مش عايزه ارجع للادويه يا ابونا انا مستنيه عمل ربنا عمل ربنا ان يتمجد فيا طيب يا منال بتصلي بصلي يا ابونا بالصفه لا بتصلي السمرة. بثقه وتقول له يا رب انا بنتك ازاي تخليني مكتئبه ازاي انت بتامرني اسمعيني ازاي انت بتامرني افرح في الرب كل حين كل غمضه عين وانا عايشه مكتئبه من دلوقتي شوفي فتشي في حياتك اي خطيه توبي عنها وتغيري سلمي حياتك للمسيح وادخلي بثقه في الرب وربنا هيدي نعمه وبركه ويفرحك المسيح معاك امين معانا ابو مهند من الاردن اهلا وسهلا حضرتك على الهواء اتفضل سلام المسيح معكم ومعك ايضا سلام أبو مكاري يونان اهلا, أهلاً. قال المسيح أنتم نور العالم أنتم نور العالم كل إنسان يقدر أن يكون نورا مفيدا للعالم إذا تصرف على قدر الوزنات التي منحه إياها الله الكاهن يكون نورا إذا عرف أنه أبو النفوس طيب ومحكي. إيه سؤالك يا أبو مهند سؤالي آه. عن درجات الحرم في الكنيسه الارثوذكسيه درجات ايه؟ درجات حرم يعني ايه الحرم ما فهمناهاش؟ الحرم مثلا يوم انسان بيخطئ بتحرم الكنيسه من آه. دخولها او المحرمات آه. اه هي اصلها عبري حيرم حيرم كلمه حرم تحرموا يعني الكنيسه الارثوذكسيه ربنا ما يحرمش حد يا ابو مهند يعني احنا بنبارك بس لكن ما بنحرمش يعني امين ربنا معاك يا حبيبي معنا ماجي من بوسطن اهلا وسهلا ماجي ايوه الو تفضلي ما بتسمعنيش لي انا الاسماء ها أه؟ الو ايوه ايوه ايوه, أيوة نعم تفضل انا انا مدام ماجي قدسابونا اه تفضلي اهلا اهلا بحضرتك قلت الحياه العمليه كلها والحياه كلها بيبقى في ايه؟ شد و... و يعني تسامح وبعد كده عصبيه و... وشد وت... يعني كده وانا بصلي و... وطبعا بصوم بس مش كل الصومات وبصلي كتير لربنا هل ان انا لما بشد و... وفي في عصبيه وفي آه عدم ممكن عدم تسامح من الغير لكن انا بسامح وبصلي ربنا يعني بيستجيب لي لصلاتي وبيسامحني. امم. انتي عايزه اتفضل. هو مطالبه من حضرتك صلاتك ليا لان انا خطيه طبعا وعايز حضرتك تصلي لي تصلي لاولادي اندرو واوزيفيا وجوزي سامي واخواتي. جاكلين وسمير وسعد وأولادهم وجوازاتهم. أوكي. أوكي. كل صلاتك. شكرا جزيلا أمين. اتفضل يا أستاذ أه شوفي يا ماجي أنتي بنت المسيح واضح عليك انك طيبه يعني أه كويس انك قلتي انا خاطيه لكن تكرار الكلمه دي فيها خطوره انا خاطيه والشيطان دلوقتي بيعلم بيقول لو ما قلتيش انا خاطيه تبقي متكبره لكن عايز اقول لك لما اقول انا خاطي كاني ما خدتش حاجه من ربنا يعني اكل وانكر عارفه اللي بياكل وينكر انا خدت كل بركه من ربنا واولها حياه التوبه فقولي من دلوقتي اي خطيه سيبيها وقولي انا تايبه ومع كل نفس هتقولي انا تايبه ومع كل خطوه هتقولي انا تايبه انا تايبه واجاهد اني اعيش حياه التوبه وما الشيطان يضحك عليا وافضل اقول انا خاطي انا خاطي وهعمل خطيه واخد بالك وربنا يديلك نعمة وبركة يا بنتي أما في حياتك العملية إن كنت بتغضبي أو حاجة ما ما تخطيش في غضبك بيقول اغضب ولا تخطئوا وأدرب نفسي على عدم الغضب والحاجات دي شكرا يا أستاذ أنا بس عايز أرجع كان في أخت نسيت اسمها يعني اتصلت وقالت هل أقدر إن أنا أعيش أسالم جميع الناس الآية دي بتقول سالموا جميع الناس حسب أنا طاقتكم أنا جاوبنا السؤال ده قبل كده آه. بس في جزئية بيقول ان امكن فيها إن حتة ان كان امكن ان كان ممكنا حسب طاقتكم سالموا وجن... ان كان ممكنا ان كان ممكنا دي طبعا. عايز احط يعني تحتيها ثلاث خطوط واسمع تعليق قدسك يعني هل مم... مش ممكن في بعض الاوقات اني اسالم جميع الناس؟ في بعض الاوقات في مش بعض الاوقات ممكن وانا ضربت مثال اه قلت واحد من الخدام له زميل آه المهم مش راضي عنه. أي. يعني حاقد مش حاقد اي كلام يعني. كويس. فيجي ما يصبحش عليه ما يسلمش عليه فراح له فلان ده يميل عند رجله يقول له يا فلان نعيش في سلام يقول له انا مبسوط كده وما يرضاش يسلم عليه. أي. رحلوا مره ثانيه فلان نعيش في سلام انا مبسوط كده رحلوا مره ثالثه في يوم ثالث انا مبسوط كده خلاص ان كان ممكنا حسب طاقتكم سالم جميع الناس يعني في هذه الحاله طالما انت قمت بالدور اللي عليك والطرف الاخر يرفض انت غير مجبر انك يعني تفرض عليه العلاقه عندك الطيبه كالوسني والعشار اوكي دي دي نقطه في غايه الاهميه آه. في غايه الاهميه. معانا بنت الرب اهلا وسهلا تفضلي حضرتك على الهواء. اهلا سلام يا ابونا قبل الايه كلمي مني مش مش عايز تقول. ها. اه انا عندي مشكله ان عندي مضايقات كتير من الناس انا مش عارفه اعمل ايه وحياتي تقريبا متلخبطه انا مش عارفه اعمل ايه انا لا. بحاول امسك نفسي بس مش عايزه اعيط على الهوا لكن انا عايزه اقعد تصلي لي مش عارف اعمل ايه حاضر يا بنتي ربنا يتدخل في كل حياتك امين امين ابونا عايز انقل لجزئيه قبل ما الحلقه تخلص في غايه الاهميه في حته النضوج قدامنا دقائق بسيطه البعض بيربط المواهب الروحيه كدليل او مؤشر او مقياس ان الشخص ده ناضج روحيا هل دي حقيقه أم هل هذا سوء فهم؟ هل هناك ارتباط بين الموهبة والنضوج الروحي؟ احنا عندنا الأساس للخلاص ثمار الروح كويس وأولها المحبة نعم ثمار الروح المواهب الروحية خاصة بالخدمة لأن ممكن إنسان حيصنع آيات ومعجزات ويروح جهنم أليس بإسمك تنبأنا ليس بإسمك صنعنا قوان ليس بإسمك أخرجنا شياطين اذهبوا عني لا أعرفكم لا أعرفكم فالعلامة الأساسية للخلاص هي ثمار الروح عشان كده قبل ما أتكلم عن المواهب اقتني ثمار الروح واولها المحبه مم. وبقول المسيحيه هي محبه نعم من غير محبه ما تبقاش مسيحيه طيب ناخد الاخ ممدوح ونرجع تاني نعود لهذه النقطه اخ ممدوح حضرتك على الهواء اتفضل اهلا <applause> مساء الخير اهلا وسهلا من نورث كارولاينا نقبل الايادي يا قدس أبونا تعيش يا حبيبي الله يخليك انا كنت طالب من قدسك صلاه من اجل مصر وشعب الله في كل مكان امين وكان عندي سؤال لجودتك ما المقصود بأن الله سيعود كنصف الليل؟ إن الله سيعود مرة ثانية؟ ما المقصود بأن الله سيعود كنصف الليل؟ اه اوكي شكرا جزيلا. شكرا هو لله. مرات قال ممكن يقول في الهزيع الأول في الثاني عند صياح الديك في نص الليل وبعدين في مثل العذاره والحاكمات قال في نصف الليل سمع صراخ هو ده العريس مقبل منتصف الليل مش تمام كده تمام في المثل بتاع العذاره اولا ما نعرفش رب ده معناها ربنا ما نعرفش هيجي امتى يعني ما نعرفش الوقت اللي اليوم ولا الساعه اللي هيجي فيه المسيح ممكن يقول في منتصف الليل بيقولنا عسنا جميعهن ونمنا ودي ليها تفسير كتير هل يا ترى ظلمه هل يترى ارتداد هل يا احوال سيئه في العالم قبل مجيء المسيح الى اخره من الكلام ده والتفاسير يعني في وقت لا يتوقعه انسان أو طبعا. اه طبعا ده ده لا تظنون اه نرجع تاني للنقطه الهامه أتسابونا ان أشرت حضرتك على حاجة في غاية الأهمية على مقارنة أو وضعت الثمر في ناحية والموهبة في ناحية أخرى فالثمر يتطلب مجهود يتطلب حياة مقدسة يتطلب نضوج روحي الموضوع اللي بنتكلم عليه لكن الفرق بين الثمر والموهبة هل الموهبة تتطلب كل هذه الأمور أم ده شيء يعطيها الله لمن لا يستحق سواء الثمر أو المواهب يتوقف على إرادة الإنسان وأشواق الإنسان. بمعنى؟ بمعنى أتريد أن تبرأ؟ أتريد أن تخلص؟ فالخلاص ده يتوقف على إرادة الإنسان مقدم للجميع لكن من يقبل؟ تمام من يقبل؟ م. نفس الكلام على المواهب الروحية. يتوقف على أشواقي أنا، أنا عايز أمجد اسم المسيح. عايز أمجد اسم المسيح. مش هقدر أمجد اسم المسيح بمؤهلاتي أنا وحكمتي أنا وقوتي أنا. أنا عايز معونة من الله. نعم. عايز مواهب من الله. نعم. عايز قوة من الله. فيبقى أطلب مواهب. اطلبوا لتبنوا اطلبوا لبنيان الكنيسه جدوا للمواهب اتبعوا المحبه ولكن جدوا للمواهب والاخر تمام تمام يعني ال 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 الهبه امر ممنوح من الله لمن لا يستحق واللي بيطلب ويشتاق ايوه يعني هو بي بيطلب ويشتاق لكن ليس في استحقاق يعطيه الله لا ما حد مستحق تمام لكن الثمر هو في نوع من الاجتهاد وفي نوع من الجهاد ده الفرق بين الاثنين اذا ليست الموهبه علامه على النضوج الروحي مظبوط نقدر نقول كده لكن المؤشر الحقيقي لحياه النضوج الروحي هو الثمر دي الخلاصه اللي انا يعني عايز اوصل ليها في نهايه هذا الحديث معنا مكالمة أخيرة من نيوجيرسي تفضلي حضرتك على الهوا ألو أخت رينيه تفضلي أيوة مساء الخير مساء النور عايزة أسأل أبونا علشان ح... عشان حاجة محيراني أنا ابني كان جاء أمريكا هنا من غير ورق وحب يعمل ورق بالنسبة لعقد عمل وماشي الورق بتاعه بعدين جه وقف غير عمل سايلنت و... وبعد ما بقى مرفوض يعني مرفوض مرفوض غير جت مراته راحت كندا وعملت له ورق وقدمت له يعني الموضوع ماسك اربع سنين رغم انها هي اخذت الأساينة وعملت الورق وكل حاجه مستني البيضة انا كنت رحت في مره بدير مريمينا وسالت راهب ولما بحكي له الحكايه انا حكيتها مطوله يعني معلش مع السؤال هل دي مشيئه ربنا او لا؟ ابونا لا ابونا الراهب قال لي ده عمل شيطاني. دي قلقاني جدا هل ده عمل لا حتى لو وكان عمل شيطاني وانا بصلي وهو بيصلي ومراته بتصلي يعني طيب. هل ده احنا قال تدوسوا بال... طيب يا ستي خلاص اتفضلي يا ستي اتفضلي اتفضلي اولا احنا نحتمي في المسيح لو كل الشياطين جد ضدنا الرب معانا ويحمينا ربنا يكون معاكم امين هللويا ابونا معانا دقيقتين كلمه اخيره لكل مشاهد مخلص استمع وتابع موضوع ما بين الطفولة والنضوج الروحي من أوله لآخره إيه الكلمات الأخيرة اللي تحب تتركها في قلوب المشاهدين أقول لكل إنسان إنت زرعت ربنا وإنتي زرعت ربنا ربنا ينمي الزرعة بحسب إرادتي أنا وأشواقي أنا والأمور دي عايزة طمع في النعمة طمع طمع في النعمه يعني شوف الطمع في العالم مش مرهوب لكن الطمع في النعمه مرغوب اطمع يديلك نعمه قول له كمان اديله نعمه قول له كمان على قد ما تاخد على قد ما تطلب بحيث تزيد يوم بعد يوم ويبان الثمر في حياتك يبان الشجره تعرف من الثمر من الثمر تعرف الشجره يبان الثمر المتكاثر في حياتك وعلى الأخص في ربح النفوس على الأخص في الكلمة الجارية على لسانك على الأخص في حياة القداسة اللي بتنمو فيها يوم بعد يوم ويبان في حياتك أنك إنسان روحاني من جسداني وتمجد اسم المسيح طول الطريق منين ما تمشي بترفع اسم المسيح وتعليه وربنا يكون معاكم يثبتكم في النعمه والايمان وتكونوا نامين في معرفه ربنا يسوع المسيح الى النفس الاخير امين. امين. قد ايه بشكرك وتسابونا على الارشادات أشكرك. الكتابيه الواضحه حتى لا نعيش ما تبقى من العمر في حياه هامشيه نعيش على الشاطئ لا نستمتع ولا نعرف ونعيش نتكلم كالاطفال ونفكر كالاطفال ونتصرف كالأفكار ليخرجنا الله ويعطش قلوبنا وأفكارنا لكي ندخل إلى الأعماق فنختبر معنى العلاقة الحميمة اللصيقة التي تعطي لحياتنا الروحية معنى وبعد حقيقي نشكر رب من أجل كل ما تعلمناه وصلي أن تكون الكلمات والإرشادات التي قدمت إلينا جميعا في هذه الدقائق اللي مضت ان تكون سبب بركه سبب نمو وتمجيد لاسم يسوع وامتداد ملكوته في كل مكان شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه والى اللقاء في رعايه راعي الرعاه العظيم واسقف نفوسنا شخص الرب يسوع المسيح والرب مع جميعكم